اليوم غادي نشوفوا كيفاش نحسبوا تسارع هاد الاجسام بجوج في هاد السيستيم اللي عندنا. تسارع ا، شنو عندنا في هاد السيستيم؟ عندنا جسم صلب الوزن ديالو 10 كيلوغرام فوق مستوى مائل زاويه الميلان 30 درجه. الحركه تتم هنا باحتكاك معامل الاحتكاك مي تساوي 0.2. هاد الجسم الصلب ام 1 مربوط مع البكره بخيط اس 1، البكره الشعاع ديالها 0.2 متر وعزم القصور ديالها 0.035 كيلوغرام متر كاري. عندنا هنا الجسم الثاني ام 2 الوزن ديالو 2 كيلوغرام مربوط بالبكره بالخيط اس نعطيو السميه اس 2. الوغ كيفاش نديرو نحسبو التسارع ديال هاد الاجسام بجوج؟ بالمناسبه التسارع الجسم ديال الجسم الاول هو نفس التسارع ديال الجسم الثاني. ا اللي كاينه هنا هي اللي كاين ا 1 تساوي ا 2. علاش؟ لان لاحظنا هنا الخيط اللي مربوط مع الجسم الاول والبكره متوازي مع المستوى المائل، وبالتالي عندنا نفس التسارع ا تساوي ا 1 تساوي ا 2. كيفاش غنديروا نبداو نحسبوا التسارع؟ غناخذوا كل جسم بوحديته غنخرجوه من السيستم ونعطيوه معلم معين ونشوفوا القوى اللي تتاثر في هذا الجسم. ولا درنا هذه الخدمه هذا هو النصف ديال الجواب. نبداو بالجسم الاول ام 1، شنو هي القوى اللي تتاثر فيه؟ قبل ما نشوفوا القوى نعطيوه معلم. المعلم اكس هو الاتجاه ديال الحركه، لان الحركه تمشي الجسم ام 1 ثقيل على ام 2 غتمشي الحركه غتكون في هذا الاتجاه غيهبط لتحت. ناخذوا اكس في اتجاه الحركه و ايغريك في هذا الاتجاه هذا. شوفوا القوى اللي تتاثر على الجسم ام 1، نمشيو لاكس شوفوا القوى في اكس. عندنا اف جي، اف جي 1، اف جي 1 مضروبه في السين ديال البيتا ناقص القوه ديال اف ار قوه الاحتكاك عكس اتجاه الحركه غتكون ناقص، داكشي علاش عطيناها ناقص اف ار. والخيط حتى هو تيجر الجسم من الفوق والجسم باغي يهبط، يعني عكس اتجاه الحركه ناقص اف اس 1. شنو تساوي الكتله ديالو ام 1 مضروبه في التسارع، التسارع ديال هذا الجسم. نمشيو لايغريك شنو عندنا؟ عندنا اف جي، ولكن لان في المعلم في ايغريك مضروبه في الكوس ديال بيتا ناقص اف ان القوه العموديه. شنو تتساوي لنا؟ صفر. علاش تساوي صفر؟ لان اف ان القوه العموديه وقوه الوزن دائما تاثروا على الجسم انه يكون باش يكون في حاله سكون، علاش يساوي صفر. نمشيو للبكره، خدينا الاتجاه ديال الحركه هو الاتجاه ديال الدوران ديالها، يعني الاتجاه الموجب هو هذا. شنو تاثر في على هذه البكره؟ تاثر الخيط اف اس 1 قوه الخيط 1 اللي هي موجبه، اف اس 1 مضروبه في ار القوه اف اس 1 تساوي اف اس 1 مضروبه في الشعاع ديال البكره ناقص. علاش؟ لان ناقص اف اس 2 مضروبه في ار. علاش اف اس 2 ناقص؟ لانها الخيط تيجر لتحت عكس الاتجاه ديال الحركه. شنو يساوي لنا؟ تيساوي لنا عزم القصور مضروب في التسارع الزاوي او تسارع الزاويه. الى لاحظتوا هنايا في الحركه المستقيميه عندنا الكتله مضروبه في التسارع ام مضروبه في ا، وفي الحركه الدورانيه عندنا عزم القصور مضروب في تسارع الزاويه، هنا التسارع هنا تسارع الزاويه. نمشيو للجسم الثاني ديالنا والعلاقه الثالثه ام 2، شنو عندنا؟ غير اكس. شنو هي القوى اللي تتاثر على الجسم؟ عندنا اف اس 2 في اتجاه الحركه يعني موجبه اف اس 2 ناقص اف اف جي 2 ناقص اف جي 2. علاش ناقص؟ لانها عكس الاتجاه ديال الحركه تتساوي ام 2 مضروبه في ا 2 في التسارع. من هاد العلاقه من العلاقه واحد يمكننا، لان عندنا اف جي 1 تساوي ام 1 في جي هنا لتحت، غنعوضوا حنا اف جي ديال اف جي 1 ب ام 1 مضروبه في جي في السين ديال بيتا ناقص اف ار. شنو هي اف ار؟ هي المعامل الاحتكاك في القوه العموديه، مي مضروبه في اف ان ناقص اف اس 1 غتبقى اف اس 1 تساوي التسارع في ا. بالنسبه لايغريك غنعوضوا اف جي 1 هي ام 1 في جي في الكوست ديال بيتا ناقص اف ان تساوي صفر. هنا غنزيدوا فقط في الحركه الدورانيه ديال البكره غنزيدوا فقط هذه العلاقه
جي مضروبة في ألفا سرعة تسارع الزاوية تساوي جي مضروبة في أ مقسومة على إر. هنا غنعوضو إف جي جوج باش نعوضو إف جي جوج ب إم جوج في جي، غتولي عندنا العلاقة إف إس جوج ناقص إم جي إم جوج جي مضروبة تسارع ديال الجاذبية جي تساوي إم جوج في أ في التسارع. الى خدينا الى انطلقنا من هذه العلاقه هذه اللي عندنا هنا وبغينا نجبدو اف اس واحد شنو تتساوي؟ اف اس واحد تساوي جي مقسوم على ار او كاري مضروبه في ا زائد اف اس جوج. هنا غير قلبنا على اف اس واحد. اف اس جوج شنو تتساوي لنا؟ اف اس جوج تتساوي ام جوج في التسارع زائد ام جوج في جي، جبدناها من هنا الفوق غنعوضوها هنا وغتولي عندنا العلاقة اف اس واحد شنو تتساوي؟ تتساوي عزم القصور على الشعاع وكاري زائد الكتلة ديال ام جوج الكل مضروب في ا زائد ام جوج مضروبة في جي. ومن هنايا شنو غنوصلو؟ يمكننا نلقاو ا التسارع اللي تنقلبو عليه، اللي قلنا التسارع ديال الجسم الثاني هو التسارع ديال الجسم الاول، هو ا واحد تتساوي ا جوج تتساوي ا. وهذه هي العلاقة ديالنا. إلى لاحظتوا هنايا بأن مع الوقت يعني بلا ما نحتاجوا لهاد المعادلات كلها، مع الوقت الواحد يبقى يطيح يلقى الجواب بسرعة. لاحظتوا التسارع شنو تساوي؟ تساوي هاد الجي في ام هي اف جي واحد، اف جي واحد هي جي في ام في السينوس ديال البيتا ناقص الاحتكاك لأنه عكس الاتجاه ديال الحركة، الاحتكاك ناقص الكتلة ديالو لأن الكتلة ديالو تتأثر في الحركة وتتأثر في التسارع بالتالي في التسارع، مقسوم على الكتل كلها هنايا ديال البكرة عزم القصور، وهنا الكتلة الأولى والكتلة الثانية تتساوي تسارع الزاوي أو تسارع الزاوية مضروبة في R. الخدمة اللي أساسية هي أننا نحيدو القوى من السيستيم ونديرو معلم ونخدمو كل جسم بوحديتو ونحطو العلاقات ديالنا، ديك الساعات نلقاو أي حاجة بغيناها.